choices of antibiotics according للكالتشرز في حالات الريزيستنس مش معتمد اعتمادا كليا على الكالتشر، ودي نقطة مهمة جدا. انا ما بشوفش الكالتشرز واشوف الانتيبيوتكس اللي طالعة susceptible واخدها وانا مغمض واستخدمها يعني، وده نقطة مهمة جدا جدا ولازم ناخد بالنا منها. لكن بعتمد على ايه؟ ان انا بريد الكالتشر، لان في sometimes بتبقى في options موجودة sensitive ومش recommended ان انا استخدمها، في sometimes ما بيكونش في اي available options خالص، فانا لازم ان انا اديترمن العيان ده هياخد ايه. فهعرف الموضوع ده عن طريق ان انا هريد الكالتشر كويس، هعرف الريزيستنت ميكانيزم الموجوده ايه، وبعد كده هروح فورا على الايدز جايد لاينز فور ريزيستنس ان جرام نيجاتيف، واتشوز الافيلبل اوبشنز بتاعتي اكوردنج للريزيستنت ميكانيزم. والنقطه دي من النقط المهمه جدا اللي انا حبيت اعملها في فيديو منفصل، علشان خاطر حضراتكم كتير جدا كنتوا بتسالوني على الجزئيه دي، ف حبيت أسجلها فيديو سريع لحضراتكم. شكرا جدا ليكم، ويا رب يكون مفيد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.